مرحبا متابعيني الحلوين، اليوم راح نتكلم على فوائد الأوميغا 3. خليكم وياي وتابعوا هذا الفيديو للآخر. جسم الإنسان يقدر انه يصنع أغلبية الدهون إلا الأوميغا 3، ولكن يحصل الجسم عليه من خلال مصادر الغذائية. حمض الأوميغا 3 هي أحد من أنواع الدهون الغير المشبعة، وتساهم في تقليل التهابات والاكتئابات والسكتة الدماغية وأمراض القلب. يوجد 3 أنواع من الأوميغا 3: الـ ALE والـ EPA والـ DHA. حمض الأوميغا 3 من نوع الـ ALE اللي هو يوجد في النباتات مثل بذور الكتان، زيت الكتان، الجوز وزيت الجوز، وأيضا زيت الكانولا. نوع الـ EPA وهو يوجد في الأسماك، فكل ما كانت السمكة كبيرة كمية هذا النوع من الحمض الأوميغا 3 تكون أكثر. والنوع الـ DHA والنوع الآخر وهو يتوفر بشكل أساسي أيضا في الأسماك. مصادر الأوميغا 3 وشنو أبرز هذه المصادر؟ أسماك السلمون والتونة والسردين وأنواع البيض والحليب واللبن هي من المصادر المهمة للأوميغا 3. شنو فائدة الأوميغا 3 للجسم؟ مفيد لصحة القلب، للاكتئاب والالتهابات، وأيضا تقليل خطر الولادة المبكرة، وأيضا صحة الدماغ. إذا عجبكم هذا الفيديو فلا تنسون أنكم تضغطون على زر اللايك، وأيضا تسووا لي سبسكرايب، وأشوفكم في فيديوهات قادمة. باي باي.